الذين في عمرة المسلم يسألون أيان يوم القيامة على النار أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات والفرجات والسماءات أمرا قالوا يا موسى إن فيها قوما من جبارين وإنهم لن يدخلوا هذا القرآن لا يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان للذين يخافون يخافون أنعم الله عليهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم